صباح الخير واهلا بكل السادة المشاهدين بينضموا الينا من خلال شاشة التانية. يوم جديد بيبدا مع حضراتكم ومصر جميلة. صباح الخير يا حبيبي. صباح النور يا هند. صباح النور مشاهدينا الكرام. الحقيقة النهارده هنتكلم في موضوع مهم جدا، وهو من زمان جدا لحد دلوقتي مصر بتجابه تحديات كبيرة في مجالات كتيرة جدا، وفي مؤامرات كتيرة بتحاك على الدولة المصرية في جميع المجالات. خلونا نتكلم يمكن في الفترة الأخيرة زي ما احنا شايفين يمكن الهند المنطقة غير مستقر حوالينا، شمال غرب جنوب شرق، فلكن بفضل الله الحمد لله احنا متماسكين وماشيين وبننمي بلدنا وبنشتغل، وفي نفس الوقت حاربنا الارهاب فتره طويله جدا وبقينا خبراء في الحرب على الارهاب، وفي دول بتيجي تتعلم مننا ازاي نجابه هذه الظاهره العالميه. حاجات كثيره جدا، موضوعات كثيره جدا هنتكلم فيها، خصوصا كمان عندنا انجازات بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، حدث ولا حرج. يعني الحقيقه يعني انجازات كبيره للدوله المصريه، وزي ما قال حاتم النهارده هتبقى حلقه بنتكلم فيها على كل التحديات اللي بتمر على مصر في هذه الفقره. الحقيقه انه زي ما ذكرنا الحدود فيها يعني الكثير من المشاكل، وكمان عندنا تحديات داخليه، الاقتصاد، عندنا الصناعه، عندنا مقبلين على انتخابات مجلس الشيوخ وبعده مجلس النواب، عندنا مجموعه كبيره من المشاريع القوميه اللي بيتم انجازها حاليا على ارض الواقع، فضلا طبعا على تحدي كورونا وهو اللي بيواجه العالم اجمع. فالنهارده ان شاء الله تكون حلقه مميزه لكل مشاهدينا ويتابعونا، وحديث مفصل عن انجازات الدولة المصرية وأيضا تحدياتها في هذه الفترة. هنبدأ مع حضراتكم، وطبعا شهدنا بالأمس وفاة الفنان القدير محمود رضا، وبيعتبر من أهم الفنانين الاستعراضيين في مصر، يعتبر أول واحد أسس لي فرقة استعراضية في مصر، وهو طبعا وشقيقه علي رضا، والحقيقة قدر أن هو يطوف كافة المحافظات المصرية علشان يجمع التراث ويقدر يعرف أشكال الملابس في المحافظات المختلفة، العادات والتقاليد وأيضا الرقصات، وجمع كل ده وقدمه من خلال فرقة رضا للفنون الشعبية. صحيح. طيب هنشوف تقرير الأول بعد كده نرجع نكمل، شوف تقرير ونرجع نكمل حلقة، يلا بينا. فقد الفن المصري والعربي والعالمي أيضا أسطورة الرقص الشعبي محمود رضا، الذي رفع راية مصر عالية في العديد من المحافل الفنية الدولية، كما قدم عدد من الأفلام السينمائية الاستعراضية مثل أجازة نص السنة وغرام في الكرنك. ولد الفنان الراحل في نوفمبر لعام 1930، بدأ حياته العملية كهاوي للرقص الإيقاعي، ثم احترف الرقص وتصميم الرقصات الشعبية. درس في كلية التجارة جامعة القاهرة وتخرج فيها عام 1955. أثناء دراسته في مرحلة البكالوريوس شاهد عرض رقص فولكلوري لفرقة أرجنتينية، وبعد انتهاء العرض ذهب لأعضاء الفرقة وراء الكواليس لتقديم إعجابه بهم، إلا أن هذه الصدفة لعبت دورا في تقديم عرض له للانضمام للفرقة، ومن هنا بدأ مشواره في عالم فن الاستعراضات. خالص التعازي لأسرة الفقيد، وننتقل لحلقتنا النهاردة، وضيفنا النهاردة معاكم هيكون الكاتب الصحفي الأستاذ هشام زكريا، والحقيقة هنتكلم في حديث مفصل ومطول عن إنجازات وتحديات الدولة المصرية. زي ما شاهدنا من 2011 والدولة المصرية بتتعرض للكثير من المؤامرات، بعد ثورة 2011 استولت الجماعة الإرهابية على الحكم لمدة سنة، وطبعا عانى الشعب المصري معاناة شديدة جدا، ولكن بفضل ثورة 30 يونيو ونزول كل المصريين
للشوارع المصرية في كافة المحافظات، ودخولنا موسوعة جانس للأرقام القياسية بالأعداد اللي نزلت في الشوارع بتنادي بالقضاء على حكم الجماعة الإرهابية واسترداد الهوية المصرية. شفنا الكثير من الإنجازات من بعدها على مدار 7 سنوات. صحيح. عايزين نتكلم كمان على حاجة مهمة جدا وهي دور الإعلام في هذه الفترة. يعني حقيقي لو اتكلمنا على مثلا ان انا مذيع واحنا مذيعين طلعنا نتكلم، وحضرتك لو اتكلمنا اهلي وزمالك او احمر واخضر احمر وابيض ايا كان، لو حضرتك عرفت انا انتماءاتي ايه يبقى انا فشلت ان انا اوصل لحضرتك الرساله الاعلاميه بتاعتي، لان انا المفروض ان اكون محايد. انما لما تيجي تكلمني عن بلدي، لا معلش سوري مش حاجه اسمها محايد، انا مصري وطني اصيل وهتكلم عن بلدي بكل الانتماءات وكل التحيز وكل حاجه في الدنيا. فمحدش يقول بقى لازم الاعلام يبقى متحيز في انك بتيجي تتكلمي على بلدك. لما بتيجي تتكلمي في حاجات تانية المفروض ان انت حضرتك تقول الكلام ده على صفحتك الشخصيه على الفيسبوك على الانستجرام على اي على السوشيال ميديا بشكل عام. انما لما تتكلم على بلدك تطلع تتكلم في اي حته تتكلم عليها وتتحيز لها زي ما انت عايز، مفيش اي مشكله. طبعا الاعلام لعب دور هام جدا خلال الفتره السابقه وما زال، وطبعا هيستمر في تشكيل الراي العام المصري. الحقيقه شفنا وقت جماعه الاخوان مجموعه من المنابر والمنصات والمحطات والاشخاص اللي كانوا بيتكلموا على حكم الجماعه الارهابيه، وطبعا كان في تهميش تام للهويه المصريه، وكان في مؤامرات كنا بنشوفها رؤيه العين واحنا كنا بنعاصر كل هذه الاحداث، الى ان جاءت ثوره 30 يونيو بالكثير من الخير للشعب المصري. ومن بعدها ابتدينا نتكلم على وضع تاني ومختلف تماما لمصر، وهي انجازات الدوله المصريه. الحقيقه في خلال سنه، وهنتكلم في بدايه تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمسؤوليه وحكم البلاد، شفنا انجاز بيعتبر من اهم الانجازات اللي تمت على ارض الواقع، وهو يعني قناه السويس الجديده. شفنا تكاتف المصريين في يعني ان هم يجمعوا الاموال من اجل الاكتتاب علشان خاطر نقدر ان احنا نحقق هذا الانجاز، واكتسبنا الثقه في انفسنا ان احنا قدرنا نحقق انجاز على مدار سنه. ومن بعدها توالت كافة الإنجازات على الدولة المصرية بمواعيد محددة. دايما كنا بنسمع على المشاريع القومية، لكن كنا بنتكلم على خطط خمسية. دلوقتي احنا بنشوف إنجازات السيد الرئيس بيقول هيتم عمل كذا هينتهي امتى، والمعاد اللي بيتم تحديده لانتهاء هذا المشروع الحقيقة بيكون قبله المشروع جاهز، وده بفضل مجهودات كل الشعب المصري وتكاتفه على بناء مصر الحديثة ومصر الجديدة ومصر اللي ليها مكانتها وسط العالم وريادتها مرة أخرى. النهاردة تفاصيل هنتكلم فيها مع حضراتكم، وزي ما ذكرنا الكاتب الصحفي الأستاذ هشام زكريا هيكون ضيفنا مع حضراتكم بعد قليل. نطلع فاصل ونرجع على طول نواصل.